وهكذا مشاهدين الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق مشاهدين الأعزاء هذا الشوط، وانطلقت المشاعر وانطلقت الطموحات للمشاركين، حيث سبق هذا الشوط صفقات مليونية. نتمنى التوفيق للجميع أيها الأعزاء. تقام هذه السباقات بمتابعة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة، فله منا جزيل الشكر والتقدير وإخوانه. نتوكل مشاهدينا الأعزاء ونتجه إلى مقدمة الشوط، نتوكل على الله إلى المركز الأول. مرموق، مرحبا يا مرموق، مرحبا بمرموق، من يحتل المركز الأول ويحتل صدارة الشوط لعبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة مع المركز الأول. دور المركز الثاني، الحذر يتقدم لراشد بن بطي بن محمد آل حسنى، بينما دور المركز الثالث ومن يتقدم على المركز الثالث يصل هنا مبلش لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الثالث. دور المركز الرابع، حالول لسعيد بن صالح العيدة مع المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يتقدم الأسد لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي ممثل المعيذر الليلة حاضر، حل وصيفا في شوطنا الماضي ويبحث في هذا الشوط عن اختطاف الخنجر الفضي في شوطنا المفتوح، رجل الصفقات التاريخية في هذا الموسم الهديفي. نتمنى لك التوفيق يا أبو غانم، نتمنى لك التوفيق يا أبو ناصر. عموما عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى ما يدور من أحداث، ما يدور من منافسات، ما يدور من خطط يرسمها المضمرين هنا على أرضية الميدان في قلب الميدان. التقدم من الحذر راشد بن بطي بن محمد آل حسنة مع المركز الأول. أوهو المركز الثاني، مرموق من أقوى المرشحين، من أقوى المرشحين لاختطاف ناموس هذا الشوط، ومن أشرس القعدان، من أشرس القعدان الحاضرة في مساء هذا اليوم، ويرافق أيضا أحد الخبراء، أحد الذين لهم مجال كبير في التعليق. الله، مجال كبير في التضمير وليس التعليق. بينما دور المركز الثالث يتقدم هنا ويتسلل، يصل مبلش لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الثالث. الوصول شعار العيدة يصل، الله، يصل شعار العيدة. اللورد يصل مع المركزين الثالث والرابع باسمين قويين، بارود وحالول، وحالول وبارود. هجوم من الشعار السيلاوي على المركزين الثالث والرابع في شوط الخنجر الفضي، أقوى أشواط القعدان الليلة. المركز الخامس يصل ويتقدم فيه هنا خداع، أول نداء لخداع لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الخامس، يتقدم خداع. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيضا دخول وتسلل وانطلاق من رعد مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي أحد ضيوفنا الأعزاء القادم من ميدان نجران. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، عودتنا إلى الحذر. راشد بن بطي بن محمد آل حسنة يقدم الحذر. مرموق يا أبو شريدة مرموق. الله، مرموق مع المركز الثاني، كفته مليئة بالترشيحات، انصبت عليه الترشيحات. مرموق مع المركز الثاني، صالح بن حمد بوشريدة وعبد الرحمن بن صالح بوشريدة. بينما دور المركز الثالث، بارود لسالم بن سعيد بن محمد العيدة مع المركز الثالث، شعار اللورد، الشعار السيلاوي الباحث عن الرموز في مساء هذا اليوم. بينما المركز الرابع ومن يتقدم ويتسلل، خداع الخيارين، خداع محمد بن زايد الخيارين يتقدم، سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يدفع بخداع. المركز اللي أيضا شعار السندباد قادم، الله، حالول، هذا الشعار الذي خطف شوطنا المفتوح قبل قليل، السندباد القطري حاضر وبقوة الليلة.
حاضر وبقوة ليعانق أشواط الرموز هنا حلول لصالح بن حمد القمرة مع المركز الرابع المركز الخامس. هل نجران قادمين؟ هل نجران قادمين على ظهر رعد مع رعد؟ الله شعار الرهاوي، شعار الرهاوي قادم أحد أشرس القعدان. الله رعد المبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي. يلا يا اليامي أبناء المملكة يتطلعون أيضا لسلام الليلة لناموس. العودة إلى مقدمة الشوط إلى الحذر أو هناك التغيير جرأة وأيضا بارود. الله بارود يقترب من الخنجر، يقترب بارود من الخنجر، ولعها بارود، ولعها بارود، أشعل الشوط، أشعل فتيل المنافسة. الشعار السيلاوي والليلة ليلة يا السيلاوي، وشيلوها شيلة. الله الله بيشيلونها الجماهير السيلية الليلة، الجماهير السيلية. انفاز بارود بينما الخطورة من شعار بشريدة مع المركز الثاني، وأيضا الحسنة قادم الزعبي. الحذر الحذر الحذر، أيضا هنا رعد وهنا اسم جديد يتدخل شاهين صالح بن بريك بن صالح بن العرج قادم مع شاهين. العودة إلى الحذر يا سلام، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير. الحذر الحذر الحذر، مرموق مرموق بشريدة وأيضا شاهين بن العرج قادم. اللحظات الحاسمة، الشوط الرئيسي، الخنجر الفضي، الخنجر الفضي. إلى أين يتجه الخنجر؟ مع الزعبي، مع راشد بن بطي بن محمد الحسناء. الخنجر الفضي المفتوح، أقوى أشواط القعدان. الحذر وشاهين، الحذر وشاهين، شاهين والحذر. يا سلام، الزعبي الزعبي الزعبي، كعوائد هذا المضمر، كعوائد هذا المضمر، المغامر المغامر، مغامراته محسوبة، مغامراته محسوبة، لعبها صح المغامر، لعبها صح، ليست مغامرة بل هذه حقيقة يا المغامر، حقيقة يا المغامر. الله، الحذر بدون أي منافس، الخنجر إلى الزعبي، الخنجر مع الحذر، الخنجر أقوى أشواط القعدان، أقوى القعدان في هذا المهرجان اللقاية هو الحذر لراشد بن بطي بن محمد الحسنى، لراشد بن بطي الزعبي. سلام يا المغامر سلام، الخنجر إلى المغامر والمغامر مع الخنجر. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني شاهين لصالح بن بريك من صالح الجربوعي. المركز الثالث خداع لسعيد بن محمد بن زايد الخيرين. المركز الرابع مرموق هو من احتل المركز الرابع لعبد الرحمن بن صالح بوشريدة. المركز الخامس مسكت لعبد الله بن علي بن رحيب بن نايفة. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء. أيها الحفل الكريم، والحذر هو من انتزع الخنجر المفتوح في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس لمالك الحذر راشد بن بطي بن محمد الحسناء. تهانينا يا المغامر راشد بن بطي الزعبي، وتهاني موصولة لسعيد بن بطي الزعبي. تهانينا، هذا هو ملخص الشوط، وننتظر التوقيت الزمني بعد أن حسم هذا الشوط الحذر واستطاع أن يختطف الخنجر الفضي في شوطنا المفتوح ليتوج كأقوى القعدان في مساء هذا اليوم وفي هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ليلة تاريخية يا الزعبي، ليلة تسجل في التاريخ، وهو اختطاف الخنجر تسجل تاريخية للفائزين برموز المهرجان، لا شك في ذلك. التوقيت الزمني 7:32، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الحذر راشد بن بطي بن محمد الزعبي. تهانينا وناموس، التهاني موصولا لسعيد بن بطي. المركز الثاني وصل فيه شاهين، قطع المسافة 7:34 و8 أجزاء من الثانية. التهاني وناموس لمالك شاهين صالح بن بريك بن صالح بن العرج. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصل فيه خداع، حيث قطع المسافة في 7:36 جزء 1 من الثانية. التهاني وناموس لمالك خداع سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. تهانينا وناموس لسعيد بن محمد بن زايد.